السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم سامح الحكيم في فيديو جديد. اليوم انبوكسينج كما تشوفوا UMI Rome X اللي خذيناه من موقع علي اكسبريس. بعد ما شفتوا التليفون كيفاش من برا، هذا هو التليفون كما تشوفوا. ندخلوا معنا الميني كما اي تليفون اندرويد 5.1 UMI Rome X اللي سومه 57 اورو. هذا هو قدامكم كاميرا كما تشوفوا، هذه اوتو فوكس كاليتي طيارة على الاخر. نجربو نعملو تصويرة الكاميرا القدامية كيف كيف كما تشوفوا 8 ميجا بكسل فلاش دوبل فلاش كما تشوفوا من تالي. هو دوبل فلاش والكاميرا حاجة طيارة على الاخر، معناها 1 جيجا رام، كاباسيتي توصل 8 جيجا. نحن نحلوها مع بعضنا من برا الشكل متاعه كيما تشوفوا. شكله كيما ايفون 6 والجالاكسي S6، يعني حاجة طيارة على الاخر. اي واحد ينجم يشريه من موقع علي اكسبريس، نحط لكم الليان في الديسكريبشن. شوفوا بعضنا من داخل التليفون، يعني بعد ما استعملته لمدة قرابة شهر، تليفون طيارة على الاخر، شارج كيف كيف. وشوفوا نقرا الكاركترستيك وكل شيء. هذا هو تليفون دوبل بيس كارت ميموار و شارجر كيما سامسونج عادي. شارجر، هو شارجر كان تحب تعرف اكثر عن الكاركترستيك متاع التليفون هذا، حط في كومنتار السؤال اللي تحب تطرحه. ان شاء الله في فيديو جاي مع ريفيو جاي. كما شفتوا كان هذا هو هاتف UMI Rome X. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله في فيديو جاي. ما تنسوش باش تعملوا لايك سبسكرايب كومنتار كان عجبك الفيديو، وإن شاء الله في فيديو جايين. مرسي بوكو. مازالوا 5 أيام ولا 6 أيام على الباك، إن شاء الله ربي معايا. دعواتكم، مرسي بوكو، السلام عليكم.